الاحتفاظ بصور العرس هو تتويج لهذه الذكرى، ولكن هذا يتم عند اختيار مصورة ناجحة. دعوني أرحب بضيفتي ترف العبيد، مصورة فوتوغرافية للأعراس. مساء الخير أستاذة ترف. مساء النور. احنا دائما نقول أنه تعب الزواج كوم وتتويجه بصور للذكرى الخالدة كوم ثاني. أكيد. يجي يمكن شق جدا جدا مرة مهم في اختيار المصورة الفوتوغرافية في هذا الزواج. بالنسبة لك متى يجي ترتيبك في الاختيارات أو لستة العروس اللي موجودة عندها؟ لستة ترتيب اليوم. أيوة. إيش هي حابة؟ لا أراسلها قبل بأسبوع. أشوف هي إيش حابة، يعني تهتم للتفاصيل أكثر. إيش كم حابة مثلا ساعة تصور لحالها، كم ساعة حابة تصور مع زوجها، صور جماعية صحباتها. فهذا قبل الزواج يعني. يعني الخطة كأنكم تجلسون تعدون خطة مسبقة. أيوة. لكن الحين اللي أنا أشوفه في واحدة تقول لك أبغى فول داي من يوم. أيوة. قبل ما تحط حتى نقطة ميك اب واللبس والتفاصيل. أيوة. البسيطة تكون معهم مرافقة. هذه كثير. هذا الحين موجودة. أيوة كثير. كيف تلتحق لها؟ أنا شخصيا زواجي صورت فول داي يعني. وكان مرة شيء حلو يعني أنه تشوفين من أول لحظات يومك إلى نهايتها. فتعيشين هذا اليوم بعدين إذا جيت تشوفين الصور أو الفيديو. خليني الحين أروح معك وأعيش اللقطات. هنا يجي عين المصور الفوتوغرافي، وأنت يمكن أكيد عندك خبرة البوزات اللي تكون موجودة مثلا، ممكن في أشياء جدا بسيطة مثلا طريقة وضع الخاتم في بوكيه الورد، هذه التفاصيل البسيطة اللي ممكن تكون العروس مع التجهيزات والزحمة تنساها، إيش الأشياء اللي دائما تحبين تركزين عليها؟ أنا في البداية أول شيء أركز على تفاصيل العروسة، أصور لها الديتيلز كاملة، الدبل من إلى بكذا زاوية بكذا شكل. بعدين ابدا اخذ صور للعروسه لحالها. من كذا زاويه، من كذا اضاءه، نغير كذا مكان. اشوف هي ايش يناسبها، اي اضاءه. بعدها اصورها هي وزوجها، وبعدين تبدا الزفه والصور الجماعيه. طيب انت ما تقترحين بعض المرات عليها مثلا زي لقطات معينه تكون احسن؟ في لقطات بعض المرات تكسر الروتين اللي احنا متعودين عليه في الصور. تقريبا ثلاث اربع لقطات يعني احنا نقترحها. عفويه تكون. تكون عفويه، وتكون مثلا انا اعطيهم حركه. شوية تلاقينهم بدأوا يطلعون حركات ثانية. بالبداية أكيد يكون بعضهم يكونوا مستحيين لسه أنهم يطلعون كل شيء فيهم. أيوة. لا أشوف أنا في البداية عادة أخليهم يجلسون لحالهم عشان يكسروا للحاجز، بعدين ارجع ابدا اصورهم. اذا حسيت انه لسه ما فك اخليهم برضه. هذه مهمه مره صعبه، كيف تكسرين الخجل اللي فيه عشان تقدري تاخذي لقطات تكون عفويه وطبيعيه؟ اول شيء مثلا اصورهم صوره حلوه، اوريهم شوفوا لو سوينا كذا بتطلع حلوه. يتحبسون لما يشوفون الصوره من الكاميرا. اتكلم معهم انه حرام ترى ذكرى زواجكم، يلا تشجيع يعني. فتعامل معهم كأنهم أطفال يعني. طيب خليني أشوف. أكيد العروس يمكن لما ترجع من الهانيمون يعني وشهر العسل تكون على نار تبغى تشوف الصور. كيف المعالجة اللي أنت تعتمدينها الإخراج الأخير؟ هل الحين في 2017 في فورمة معينة، ألبوم صور معين مثلا يكون موجود؟ هو عادة أنا العروس هي اللي تختار الصور. بعد مرحلة اختيار الصور أشوف أنا الاختيارات مناسبة ومناسبة، أقترح عليها تغيير بعض هذا. نبدأ تنسيق الألبوم، تنسيق الصفحات. اختيار الألبوم بناء على طلب العروس يعني. إيش تشوف إيش المناسب. طيب إيش آخر الصراعات اللي تكون موجودة الحين في 2017؟ نعم يعني صاروا يحبون الستايل الغربي، الحفر بالليزر. صاروا ما يحبون التكلف مو زي أول يعني. طيب بعض المرات أكيد البرامج الكمبيوتر تلعب دور كبير في إخراج الصورة. الثيمز، التأثير اللي أنت ممكن تحطينه على الصورة قد إيش، صاروا في ناس يطلبون هذه التأثيرات مثلا باك جراوند معين، زينة معينة تكون على الصورة؟ لا ما في كثير يعني. هو يعتمد على زباينك إيش نوع الطبقة، إيش الذوق اللي موجود. لا الحمد لله انا اغلب العرايس اصورهم يصورون في اماكن يعني راقيه واماكنهم كويسه، فناخذ من كذا زاويه فما نضطر اننا نلعب كثير في الفوتوشوب، اكثر شيء نعتمد على التصوير. طيب ايش اهم نصيحه تعطيها العروس في اثناء التصوير؟ تطلع شخصيتها يعني. لدرجه احيانا احس انها جامده فايش اقول لها؟ خذي فستانك ودوري.
تدور احس انها تطلع يعني من كثر ما تضحك تطلع ايوه تطلع شخصيتها اللي فيها. طبعا اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق للمصوره الفوتوغرافيه ترى في البيت. شكرا لك. العفو حبيبتي. اعزائي المشاهدين امل الان اسمحوا لي ان انتقل الى جده ونشوف اسرار وايمان ونشوف اخر تطورات المكياج. اليكم اسرار وايمان.